مشاش التسهيل اليوم. اول شيء ظروف تعرف وسط المباراة سيرتو خروج سليم محجبي بالإصابة. تعرف سليم محجبي كان قبل هو اللي وراه معلول ما فماش سليم محجبي ما انصاب في بين الشوطين. اضطرينا باش نعملوا تغيير اللي هو اللاعب اليساري المجدي لعب له توت لا ديزيام ايتون كون كارير غوش. معناتها الحاجات اللي تصير في وسط الماتش لقينا لها الحل، والتفسير اللي لقينا الحل انه الكامل هائم تاع الفرص اللي جاء ما تمكناش من تسجيل هدف قبل ما يسجلوا هما. يعني كانت عندنا فرص قبل ما يسجلوا هما، كيف من بعد ما سجلوا هما كيف كانت عندنا فرص ما توفقناش في ذلك. اللي نقوله انا عمري ما نشكر انا الملاعبيه بعد هزيمه، ما نقولش برافو الملاعبيه بعد هزيمه، لكن جابريسي بوكو لي فور اللي عملوه لغوندمون اللي عملوه. ما نظنش فما ملاعب اليوم ما جراش ولا ملاعب اليوم ما عرقش وما بلش مريولو. الناس كل بلت مريولة ما تبعتش، خاطر كي نشوفوا حتى المستقبل مرسى لو مسك شويه الكره، لكن ما كانش فما فرص. بعد الهادي مع الهادي قالول اليوم ما كانش في موقف حرج في حتى مناسبه تقريبا، لكن بالمقابل كانت لنا فرص واضحه ما تمكناش من تسجيلها. الوغ انا نقول للاعبين جابريسي بوكو لو غوندمون اللي عملتوه. تنساوش في الجروب هذايا فيهم بابتيم دو فو نتاع نسيم هنيد من مواليد 97 كي نا با دي ميريتي مالوغوزمون سون بابتيم دو فو ما جاش بالربح، جاب هزيمه. صافي مال الهزيمه على خاطر لان دو نوز اوبجيكتيف سي لا كوب تونيزي مالوغوزمون، لكن ما تنساوش الظروف اللي صارت فيها المقابله هذه مهم برشا زاد. ايفيكتيفمون سي شهاب، اول هزيمه للنادي الرياضي السعودي ينجمش يعوضها ابدا، يعني اول هزيمه لي في مباراه كاس على ملعب الميري هذا الموسم. سؤال منو؟ يعني اول هزيمه كانت في مباراه اللي ما نجموش نديروها. يعطيني سؤال نجاوبك انا. شنو هي الظروف اللي خلات النادي الرياضي السعودي؟ يعني قلت لك انا المردود كان مردود ايجابي، تبقى ما فهم الفرص ما تسجلتش، هذا جاوبت فيه. عوامل خارجيه نقصد. لا مش داخلي، يعني داخلي الملعب. كو هذاك هو الاحتراف، ما ينكر حتى حد اللي تربيت في التيران هذايا. وكان مش تيران هذا والجمعية هذه راني مانيش موجود اليوم. ما كنتش اساسي اليوم بحكم نعمل في الفورماسيون تاع الكافسي برومي ديغري، غيبت على التمارين. مي الحمد لله الاولاد اللي كانوا اليوم كانوا رجال وعملوا ماتش باهي. ظهر معناها كلمه حق قال، معناها الغيابات اللي في السي اس اس معناها اثروا اليوم. المرسى كانت خير في مجرد المقابله، المرسى كانت خير والميريت الفيكتوار اليوم. ثم حتى نقص خويا، عملنا ماتش اليوم اللهم صل على النبي. الاولاد الكل معناها شفت معناها ما معناها لعبنا ماتش كبير برشا، فهمت؟ ما لا غالب هذيك الزهر معناها الكوره فيها زهر، هما جاتهم ربع فرصه ماركيوها ما نهبطوش يدينا، نكملوا نخدموا على رواحنا وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله. انا ما نتصورش اثر الساعه اليوم، عندنا برشا ما لعبناش كيف هكا معناها، حتى مع بالسته اللي كانوا ايكيب ناسيونال ما لعبناش كيف هكا. اما كانوا زاد ما تنساش معناها كان جاوا معنا يعطونا برشا حلول وكنا نجموا نربحوا، فهمت؟ صحيح اول ماتش يلعبوا واحد وصرتوا لهنا في طيب المهيري، كان واحد عمل اللي عليه وخسرنا ماتش، مازال شامبيونان مازال، كان واحد يكمل يوصل يوصل يخدم على روحه.